أغرب تبديل في تاريخ كرة القدم. هو فعلا أغرب تبديل لأنه ما كانش بقرار من المدير الفني أصلا، لاعب بيقرر من تلقاء نفسه أنه ينزل أرض الملعب، واللي عمل كده الأسطورة النيجيري دانيال أموكاتشي اللي كان بيلعب وقتها في إيفرتون في موسم 94-95 واللي انتقل للنادي الإنجليزي ب3 مليون استرليني من كلوب بروج. وبرغم أن قرار مشاركته الغريب كان ممكن يعمل نتائج عكسية ضده، ولكنه أصبح في ذاكرة إيفرتون وكأس الاتحاد الإنجليزي. الواقعة حصلت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لما كان إيفرتون متقدم 2-1 على توتنهام، وساعتها مهاجم الفريق بول رايت أوت تعرض للإصابة. راح قرر أموكاتشي إن هو ينزل بداله في الملعب في الدقيقة 71، والمدرب جو رويل ما يعرفش حاجة خالص عن اللي أموكاتشي عملها، واللي اندهش أول ما شاف التبديل وراح للحكم الرابع عشان يحاول يلغي قرار التبديل. لكن أموكاتشي بصله نظرة ساعتها إنه خلاص التبديل بقى أمر واقع، ولو عايز تسحبني من الملعب هتلعب ناقص لاعب. الإثارة كملت إن أموكاتشي أحرز هدفين في الدقايق الأخيرة عشان يعزز فوز إيفرتون ويبقى 4-1 على حساب توتنهام، ويتأهل للنهائي في مواجهة مانشستر يونايتد، وساعتها بيحقق الفريق المفاجأة وبيكسب اليونايتد 1-0 وبيحقق آخر ألقابه، وأصبح أموكاتشي أول نيجيري بيحقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. في إنجاز جه بين نجاحين على المستوى الدولي بعد ما فاز بكأس أفريقيا سنة 94 وقبل ذهبية أولمبياد أتلانتا سنة 96. أموكاتشي برر قراره بأنه قدم مستوى سيء ولو ما كانش سجل كان هيبقى آخر مباراة لي مع إيفرتون. ورغم أن المدرب رويل اتضايق من اللي أموكاتشي عمله، لكنه لما دخل أوضة اللبس حضنه وقال له جدع بس ما تعملهاش تاني. وبعدها خرج في مؤتمر صحفي وقال أن ده أعظم تغيير أنا ما عملتوش.